The kilometer assembly filters رقم واحد. Filters the X-ray and controls رقم اثنين. Amount of scatter radiation. The scatter radiation ده احنا خدنا انواع البيمز. في scatter وفي absorbed وفي transmitted وفي iterated. تمام؟ هو بيتعامل مع مين؟ مع السكاتر اللي هي اللي طالعه الانتجت، انتجت دخلت عليه على طول، دخلت عليه يعمل لها ايه؟ يعمل لها فلترز ويعمل لها كنترولز للاماونت بتاعتها، كميتها ويفلترها، يفلترها من ايه؟ هنيجي قدام. طيب ادي حاجتين، طب هو موجود فين؟ is located below the output port of X-ray tube and include server component. يبقى الكيلومتر ده include server component، يعني الكيلومتر ده اسم بيعبر عن مجموعه حاجات مع بعض بتعمل مهمه محدده. يعني موجود فين؟ below the output port، موجود تحت التيوب على طول. لما اقول لك تحت التيوب يبقى احنا قدامنا الجلانت هي التيوب فوق، الديتكتور تحت، هو تحت التيوب على طول. الاكس راي بيطلع يخش عليه على طول. تمام؟ وظيفته ايه؟ وظيفته هو متكون من عده اجزاء عشان يعمل فلتريشن ويكنترول الاماونت بتاع الايه؟ بتاع الاكس راي. حلو كده؟ بيتكون من ايه؟ ثلاث حاجات رئيسيه. البيز اسمبلي والفلتر والسي سي بي. اهي السي سي بي اهي. يبقى بيتكون ده البيز اسمبلي، القاعده الاساسيه. القاعدة الأساسية أو الاستراكشر الأساسي للكلوميتر. أنت متخيل دي فين هنا؟ يعني أنت شفت ده؟ متخيل دي أنهي قطعة؟ دي القطعة اللي هي التخينة دي، شلنا ده، ده السي سي بي. ده السي سي بي كله على بعضه كده شلناه. السي سي بي تحت الكفر ده. شلنا دي بتتفك من المسامير هنا كده، شلناها. يبقى أنا عندي الحتة الأساسية دي. شل الموتور ده الآخر بيتفك، وشل الموتور ده بيتفك، وشل الموتور ده الآخر بيتفك. يبقى انا فاضل لي ايه؟ الحته الحديده البلوك دي. اللي هي دي. الحته الحديده دي. اهي. بص بيقول لك ايه؟ تحت التيوب، ادي التيوب اهو. ادي التيوب وادي الكرومتر. يبقى احنا انا عندي تخيل بقى للرسم الكاريكاتيري ده بتاع الايه؟ بتاع البيز اسمبل، ادي البيز اسمبل. ودول ايه؟ الاثنين البيض دول ايه؟ كامز. الكامز، حلو. طيب تعال نفك كده بقى كده، نفك البيز اسمبلي كده نشوف هو فيه ايه؟ كيلومتر فريم، فريم حديد كده صلب وتقيل كده حلو، يشيلوا نفرين مع بعض. معمول بشيل معين، مفتوح من هنا ومفتوح من هنا ومخروط من هنا عشان الحاجات تركب عليه في مكانها. الكيلومتر فريم ستراكشر ممبر سبورت ذا اكس راي تيوب هاوس ذا كام اند ذا فلتر اسمبلي. يبقى هو بيعمل ايه الفريم ده؟ الكيلومتر فريم او البيز اسمبلي دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من الكيلومتر فريم اللي هو عباره عن هاوسنج لكل حاجه جواه. هو هاوسنج لكل حاجه جواه، هو البناء الاستراكشر الاساسي لكل حاجه في الكيلومتر. زي ايه؟ زي الكامبس والانكودر كامز والموتور كامز والفلتر والانكودر فلتر والموتور فلتر. تمام؟ طيب في هنا مفاجأة جميلة أوي، ستراكشر ممبر سبورتد ذا اكس راي تيوب. يعني إيه الكلام ده؟ المفاجأة بقى إن الكيلومتر ده بيتربط هو بالروتيشن فريم بست مسامير. ست مسامير 12 أرنكين، أربعة من قدام واثنين من ورا. الكيلومتر هو نفسه الاستراكشر بتاعته البيز بتاعته دي بتتربط في الروتيشن فريم. التيوب بتركب فين؟ التيوب اللي هي اغلى واثمن واتقل جزء في الجهاز ما بتركبش في الروتيشن فريم اصلا. هي بتركب على اربع مسامير 10 ارنكي على الايه؟ على الكيلومتر. بتركب على الكيلومتر. بتركب في الجزء ده مسامير ايه؟ الاربع مسامير دول. هو بيمسك في الروتيشن فريم وهي بتمسك فيه. حلو، عشان كده بيقول لك هو الاستراكشر ممبر سبورتد ذا اكس راي. يعني لو الكيلومتر ده وقع التيوب تقع. الفلتر موتور كفر. كفر عادي مصنوع من الرصاص. طبعا انا بقعد اقفل الدنيا دي بعمل ايه؟ الكيلومتر ده بيعمل ايه؟ الكيلومتر جزء مغلق
وما بيخليش الراديشن يطلع بره بتاع البيم عشان يحددوا ويطلعوا من حته معينه بشكل معين بثيكنس معين بويث معين باماونت معين، صح؟ فانا لو عندي هنا فلتر راكب او موتور راكب مثلا، لو عندي موتور راكب اهو، فانا عايز بس الحته الاكس الصغير ده هو اللي يخش جوه يحرك الكامل. الاكس ده يتربط في دي، يتربط في الانكودر ده، يتربط في الكاميرا دي. طب والباقي الحته الواسعه المفتوحه دي، الواسعه المفتوحه دي هتتقفل بفريم كده، تقفل بباليت رصاص حديد، تقفل الحاجات دي عشان الاشعاع ما يتسربش من اي حته، لان انا بحافظ على تسريب الاشعاع ده قدر الامكان. يبقى الفلتر موتور كفر يوزد تو بروتكت ذا فلتر اسمبلي، رقم واحد بيحمي الفلتر اسمبلي، شيلد اكس راي سكاتر راديشن، وبيعزل بيعمل شيلد للسكاتر راديشن ان هي ما تطلعش من المكان ده. تمام؟ الكولوميتر كامز تنجستن سي ال جراوندد شيفت، مصنوعه من التنجستن. تمام؟ يوزد تو كولوميت ذا اكس راي بيم ان ذا زد دايركشن. احنا اتكلمنا عن الدايركشنز دي قبل كده، الثلاثه اكسس اللي عندي، الاكس اكسس والزد اكسس والواي اكسس. اتجاه دخول المريض، يعني لما يبقى نايم ويخش جوه للجنتري من التيبل لاخر الجنتري، ده اسمه الزد اكسس. ده الايه؟ الزد اكسس، اتجاه الزد وانت داخل. يعني من الديتكتور للسليبرنج، من الترابيزه للسليبرنج وانت داخل، ده الزد اكسس. الاكس اكسس انت باصص على الجنتري اهي، الترابيزه قدامك، هو المقطع العرضي ده. الاكس اكسس المقطع العرضي، يعني من اليمين للشمال. طب الواي، الواي هو الطولي بقى من التيوب للديتكتور، المقطع الطولي. طيب الكابز دي بتحدد فين؟ بتحدد ايه؟ بتحدد يوزد تو كولوميت ذا اكس راي بيم ان ذا زد دايركشن، في الزد دايركشن. يعني انا البيم نازل عندي اهو، نازل كده، يعني رايح في انهي دايركشن؟ الواي دايركشن. حلو؟ فين الزد دايركشن؟ الزد دايركشن اللي هو كده ده، وفين الاكس دايركشن اللي هو كده ده. تمام؟ لو الترابيزه عندي اهي، يبقى الاكس اهو والزد اهو. يبقى الكامز، الاثنين كامز دول بيلعبوا ان هم يقفلوا كده، يقفلوا كده عشان يحددوا الاماونت الويث بتاع الاكس راي في الزد دايركشن. هنشوف ده بصوره اوضح دلوقتي. ده الانكودر اللي بيعرف الرقم المناسب اللي محتاج الكاميرا تروح عنده، وده عمليه دقيقه جدا جدا، 8192 بارز، عمليه دقيقه جدا. يعني الكامتين دول ممكن يقفلوا على بعض لحد رقم مثلا 0.062، ده بيحدد الويث بتاع السلايز اللي هتتاخد، لانه من الزد دايركشن. ودي زي ما احنا قلنا زيها زي الفلتر موتور كفر، الموتور ماونتنج بيل سكيور موتور تو ذا كولوميتر فريم، دي بتسكيور الفلتر ودي بتسكيور الموتور، وفي نفس الوقت دي بتعمل شيلد للاكس راي سكاتر من الجهه دي، ودي بتعمل شيلد للاكس راي سكاتر راديشن من الجهه دي، من الجهه دي او دي. وده الموتور، سيرفو موتور اي ام اس ام درايف موتور اند درايفر ان وان ميديوم، دي الاتجاهات اللي احنا بنتكلم عنها. هو عنده اربع اتريبيوتس، اربع الكرومتر بيتحكم في اربع صفات او اربع خصائص للاكس راي، اللي هم ايه؟ البيم ويدث فور سكاتر فيلد اوف فيو اكس راي، الفيلد اوف فيو ده مدى الرؤيه اللي بيشوفها الديتكتور، مدى الرؤيه اللي بيشوفها. انا عندي الديتكتور اهو تمام على زاويه 120 كده، موجود كده. الفيلد اوف فيو هو المنطقه اللي انا هشوفها كده، كل ما بقفل على التشانلز او كل ما بفتح من التشانلز. تمام؟ ده الفيلد اوف فيو، انا هشوف قد ايه، هشوف قد ايه، ده الفيلد اوف فيو. يبقى هو بيتحكم في البيم ويدث سكان فيلد اوف فيو في الاكس، في الاكس اكسس. يبقى الفيلد اوف فيو ده بيبقى موجود فين؟ في الاكس اكسس. تمام؟ والبيم اور سلايس ثيكنسز في الزد اكسس. يبقى انا الثيكنس بتاع السلايس بيتحدد فين؟ في الزد. انا هاخد كام سلايس على عرض الكولوميتر، مش على طول الكولوميتر. طول الكولوميتر ده الفيلد اوف فيو في الاكس اكسس، عرض الكولوميتر ده الزد اكسس، ده الثيكنس بتاع السلايس. والبيم كواليتي فلتر بيعمل فلتريشن طبعا، فده هياثر على الكواليتي بتاع البيم اللي طالع.
will be positioning in the Z and X axis. لان الـ Z والـ X axis بيعملوا حاجة عندي اسمها مديول. فالمديول ده هو اللي بيقرا كل مديول ده في تشانلز ورو، التشانلز ورو تحتهم كريستالات. فهو بيحدد البيم بوزيشن بالظبط هينزل فين في الزد والاكس اكسس عشان انهي المديولات اللي هتقرا. ده هيجي في المقاله بتاع الديتكتور، هيجي الكلام ده بالراحه كده عشان بس الناس ماله الكيلومتر بيعمل ايه؟ بيخرط بيشكل البيم. بيشكله ازاي؟ وبيأثر على جودته ازاي؟ بيعمل فلتريشن وبيعمل كنترول للحجم وبيحدد العرض وبيحدد الثيكنس. حلو كده. بالكيلومتر بيعمل ايه؟ جودة البيم، عرضه، طوله، الثيكنس بتاعه، الفلتر بتاعه. بيشكله كيلومتر بيصفيه. حلو. طب الكيلومتر ده موجود فين؟ تحت التيوب على طول. التيوب اللي متثبته، والتيوب اللي متثبته فيه تحت التيوب على طول. ايه تاني قلنا؟ ايه تاني؟ هو مربوط في الفريم بتاع الفلاج طبعا، في الروتيشن هو بيلف طبعا. كل اللي احنا بنتكلم عنه ده في الروتيشن فريم. والكولومتر كلمه بتعبر عن سيستم كامل بيتكون من عده كومبوننت. زي ايه؟ البيز اسمبلي والبيز اسمبلي دي جواها كامز، والكامز دول بيتحركوا بموتور. الموتور عمره ما يتحرك غير بانكودر. حلو. فيها ثلاثه بيتحركوا بموتور، موتور عمره ما يتحرك الا بانكودر. بس خلاص كده هو ده الكلام.